تضحك عليا انا؟ أيوة والله، ليش هو ان النبي محمد تضحك عليه؟ حاشا النبي محمد، بس أنا أضحك النبي على محمد صاير مضحكة بين الناس، وين ما الناس يذكرون اسم الناس تضحك. تعتقدني انه انا نبي والله محمد؟ يعني انا والله محمد، والله انا محمد ابن صالح، مش محمد بن عبد الله. صدقني ما في حدا مضحك غيرك أنت يعني. حتى هذه انا بفتخر فيها، بكون سعيد اني اكون سبب لضحك الناس بدل ما اكون سبب لاغتصابهم. لاغتصابهم، والله اغتصاب شنو؟ نبي كان واحد مجرم مختص. ايش عندك دليل؟ دليل هذا في البخاري ومسلم، شنو يقول؟ بيقول انه راح عند طفلة صغيرة وراح نام معها. اي طفلة؟ شنو منو هاد؟ قول اذكر الموضوع. لا عايش عايش مين؟ عايشة عائشة طفلة؟ طبعا، طفلة واحدة عمرها 9 سنين، شو راح تكون؟ يا اخي على الاقل انت اذا تقرا روح اقرا كويس، تعلم كويس، وبعدين تعال سولف باللي عندك يعني. عم انا كنت ادرس امثالك، اترك اكون هذا. لكن انت نبيه تدرس كان مثلا نبيه كان مختص بالاطفال، شو شنو نسوي؟ شنو شنو كنت تدرسهم؟ تدرسهم على النسوان وعلى السكرتشية يعني اي والله طبعا، كلنا كنا ندرس هذا اللي موجود في القرآن والسنة. خيو تعرف شغلة؟ انت اللي ناقشك يكون اغبى منك الصراحة. على الاقل بدي اقول لك شغلة قبل ما انزل، بدي صراحة اقول لك انتم شغلة. مسلمين لما بتحاولون تطلعوا وتناقشوا بدينكم تطلعوا اغبياء. ليش؟ لان شريعتكم هذه جعلت منكم ناس اغبياء. لا مو اغبياء، بس لما بدك وانا تناقش اعطيك ناقش بشيء مثال واقعي. عبود، اعطيك مثال. انت بتصلي صح؟ الحمد لله يعني بتحط راسك على الارض ومؤخرتك لفوق صح؟ انا اسجد، صح ولا لا هذا الكلام؟ انا اسجد، اسجد لله لما بتسجد، لما بتسجد يعني. انا اسجد يعني، بتحط انا راسك في اسجد، الارض، لحظة، لما بتحط راسك في الارض ومؤخرتك لفوق صح ولا لا؟ انا اسجد لله، مو مثلك اسجد للعرق قد لا واسجد تصف للويسكي تصف واسجد صفة للنساء. السجود. خجلان خجلان تذكر صفة سجودك؟ لما بتسجد بتحط راسك في الارض ومؤخرتك لفوق ولا لا؟ قلت لك انا اسجد لله ولا اسجد للنساء مثلك انت، انا واسجد ما بقول لك اي للسكر. حاجة، انا الان بسألك، انت لما بتسجد بتحط راسك للارض ومؤخرتك لفوق صح ولا لا؟ قلت لك انا اسجد. كونك انك تخجل تقول هذا الكلام بين قديش انت خجلان من دينك. ترى لا خجلان، بالعكس انا لما اشوف امثالك يعني لا تكلم على انت ديني ويقول خجلان، الكلام هذا بالعكس انت يزيدني الان فخر. مثلا تذكر دائما متى راح تصلي المرة الجاية. المرة الجاية انت كمان طلعت بتدخن، يخرب بيتك. منو يدخن أنا؟ لا المهم ما إذا قلت طلعت فيه، ما حدا، قلت فيه. متى راح تصلي المرة الجاية؟ إذا طلعت حدا مشان من المسلمين عبود اللي جوا، عبود إذا طلعت حدا عبود، متى راح تصلي المرة خلني الجاية؟ أقول لك وأجاوبك. المرة الجاية أصلي بعد ساعة. طيب قل لي، المرة الجاية لما بتصلي بعد ساعة، تذكر أنت وأنت في وضعية السجود أنه مين اللي بيطلع على مؤخرتك في وقتها؟ الله ولا الملائكة؟ تعرف ايش؟ لما اكون بوضعية السجود ادعي عليك بلكي هيك. رائع جدا، بس مؤخرتك لساتها مكشوفة لله وللملائكة. يعني انت هذا نوعيتك مشان يجيك على نوعيتك. كيف؟ انت ما عندك دين صح؟ يعني انت ملحد. الدين معمول عشان الناس الحمقى أمثالكم. يعني انت ملحد يعني. لا أعوذ بالله، أنا مسلم. لا لا هسه بدون مزح، انت ملحد ولا ايش؟ والله ليش مسلم خجلان مسلم. تقول دينك؟ خجلان تقول دينك يعني لو خجلان؟ كنت اتبع دين من هذه الاديان الهبله كنت قلتها، لكن الدين معمول عشان الناس المهابيل الحمقى. يعني انت زيك زي الانسان الحيوان يعني. الانسان اللي دقيقة دقيقة، لحظه يعني عبود انت زيك زي لحظه الحيوان، لا عندك لا لحظه دين عبود ولا لا شيء. لا الحيوان هو اللي بيحط راسه في الارض ومؤخرته لفوق يعني، ولكن الدين معمول عشان الناس اللي يا معها. حبيبي يا لحظه حبيبي عبود انت قل لي بتكلم، لحظه بتكلم، الناس اللي ما عندها عقول بتتبع دين. ليش؟ لانها ما بتعرف اللي بتعرف الحيوانات. الحيوانات تعرف تاكل باليمين ولا بالشمال، الحيوانات تعرف كيف تدخل حمام، الحيوانات تعرف تجامع اللي كيف تجامع اناثها،
اما انتم حتى هذه ما بتعرفوها، انت عشان هيك ربنا ارسل لك دين، لانك بيشوف انه عقلك ما بما ارتقى حتى يوصل لعقل الحيوانات. هذه هي فكرة الدين. لا انت قل لي من البداية انك ملحد وانك زيك زي الحيوان، بس أعوذ فاق بالله، خري شرب نام، نقول خلاص يعني اختصر الموضوع من البداية. بحياتي ما كنت ملحد والله. يعني شلون يعني انت يا ملحد يا عندك دين وخجلان تقول دينك يمكن مشان ما نحشرك حياتي بيه ما يعني. كنت. والدين معمول عشان الناس الحمقى عديمي العقل. يا سيدي الله يهديك الله يهديك. والله ما قدر يهدي حدا يعني عشان يهديني أنا، لو كان قادر كان يهديكم أنتم أمة المليار وخلاكم على ملة واحدة، وما أحرج نفسه بهذه الآية الغبية التي تقول عنكم كنتم خير أمة أخرجت للناس. لأنه فعلا كنا خير أمة، والله يهدي من يشاء ما ويضل كنتم من يشاء، كذلك وأنت من من النبي يا محمد حبيبي. لحد الآن كنتم أزبل أمة أخرجت للناس. لا والله بالعكس أحسن أمة، ولنا الفخر إن نحن مسلمين والحمد لله رب العالمين. أنت أمثالك لازم لها كيف مثل لك ما فخر قلت لك وانت قبل شوي. مسلم؟ كيف لك انت فخر إيه وانت اللي مسلم؟ فخر؟ من بين مليارين مسلم جيت تسولت الحياة عند الكفار. يا حبيبي وما أقول لك شغلة، أقول لك شغلة، أنا ما أقدر أناقشك بالأشياء هاي لأنه ما طبعا أوتيت ما من العلم تقبل إلا لانكم قليلا. مسولين لا الحياة عند أنا الكفار. أتحداك، شوف أنا أتحداك أتحداك وقدام 3500 شخص انك تروح تطلع مناقشة مع واحد يفهم بالدين، يعني واحد والله انا شيخ، وجهت واذا ما لائمة حشرك مساجدكم، لائمة مساجدكم ان يعمل لكم مناظرة جوا مساجدكم، ائمة مساجدكم اللي انتم بتعيشون تحت قنادرهم في المسجد، حطوا راسهم في الارض مثل النعام. فكر فيها، ليش ائمة مساجدكم بيخجلوا يعملون مناظرة جوا المسجد قدامكم على ارضكم وفي ملعبكم؟ ليش بيخافوا من المناظرة؟ لأنهم ناس بيعرفوا أنكم أنتم شوية ناس بهايم ما عندكم عقول، لما بيجون يتحكمون فيكم يعرفون أنكم ما بتشغلون عقولهم وما بيبينون لكم هذا الدين قديس وقبيح، لذلك بيخافوا أنه يطلعوا هذا الكلام، يخافوا أنه نفضحهم قدام الناس، وخاصة من شخص مثلي اللي درس في المساجد حياته كلها، شابت لحيته وشعره وضعف بصره وهو في المساجد ويقرأ كتب المسلمين ويروح يثني ركبتيه عند هذا الشيخ وهذا الشيخ. انا بدي اقول لك، انا بدي اقول لك لا تتعب حالك، ودين الله مستمر مش ومستمر مستمر، وللاعلى اكثر، مش والله انه مستمر، مش مستمر مستمر. وراح يوصل دين الثلاثة ما مليار عندكم دين انت يا عمي، انت الان عايش والله في العظيم، المانيا وقسما عبود. وقسما بمن احل القسم، والله العظيم لناتينكم من كل ادباركم ولاحط صيخ بنص دبرك. لا والله هذا دوبي هاي تحطه لك، بدبر نبيه. لا احطه بدبرك. انت ليش زعلت يوم قلت حطه بدبرك؟ زعلت؟ ما تقدر توصل لي، انت واحد هربان من الموت. انا الان لو ما الاقيك في في اي ما مكان، في الاقيك في اي مكان، عرفت كيف؟ تقول الحمد لله ما طلعت معاه بالكاميرا عشان ما يتعرف علي. اقول لك شغله، انا اقول الحمد لله اني ما خليني اشوفك انا، بس عادي جدا، تعال للسويد وانا اعزمك وين ما تريد. إذا ما حطيتك على أول بغلة ورجعتك لسوريا، قول قول اللي بدك فيه. خليك على السويد هاي اللي حميتك، بكره تحط زاد نفسك لنفس هذاك سلوان ما ادري شو اسمه، تحط بطيزك زاد دفره ويصير خير، وكنت عين خير. لأن نبيكم كان بيحط شغلات عجيبة بطيزه. عين خير عين خير والله. انت اساسا حتى ما بدايه حد يقتلك، انت ايش قد عمرك؟ 70 60 سنه ما ظل لك شيء، وخلاص والله ما تروح باقي تطفي لي، هو الشمع. كان سهر وأتوكل على الله. ايه هو هي جد يعني، خلاص انت منتهي صلاحيتك لا قربت يعني، صلاحيتي وتشوف الحقيقة. موجودة، والدليل ربنا جعل إذلالكم على يد واحد مثلي. والله لا ذلنا ولا شيء، وقسما والله بالله مذلولين اني مذلولين، شو والله حالكم اني الآن؟ غير واحد حاقد، غير انك واحد حاقد وحاضر لك كم لو شغلة. كنت حاقد كنت أتكلم بحقد، ما أضحك معك بهذه الطريقة. إيه ما هو انت قاعد تمضرط يعني، لو انك جدي لا والله تحقد. نبيه كان يمضرط، مش أنا اللي قلت للناس ركبت بغلة وصعدت بها للسماء وبعدين رحت صليت في مسجد مش موجود مع ناس ميتين أصلا، مش أنا اللي بمضرط، مش أنا اللي بقول هذا الكلام، هذا نبيك اللي كان. المهم اقول لك اخوان المسلمين اللي بث هذا، لا تسمعوا له، اطلعوا من البث لانه هذا بث للوسواس. شوف وجهه، انت شايف وجهه؟ زي وجه ابو جهل، قسم بالله زي وجه ابو جهل.
الحمد لله الذي جعلني حسنا وحكيما مثل عمرو بن الهشام، أعظم إنسان صنعه عمرو بن حشام، انت ما توصل ظفر عمرو بن حشام. عمرو بن هشام. والله كان رجل عظيم جدا لولا قباحة نبيك الذي قتله رضي الله عنه وأرضاه. أبا الحكم هذا أحكم الناس في زمانه. شو صار معك يا عبود؟ دخلت التواليت ولا شو تعمل؟ ولا شيء ولا شيء، المهم انبسطت اني طلعت ودليتك شوي قدام الناس، هسه تقدر تنزلني يعني. لا أنا ليش أنزلك؟ أخليك هكذا مذلول ها وأبين للناس، والله أبين، والله اسكت شوية، أبين لا ما للناس. اسكت شوية، غير لا اني لا قاعد اسكت اذلك، قاعد اسكت اذلك يا، على الاقل اسكت على الاقل شوية روح جيب لقمة عيشك، اسكت روح جيب شوية لقمة اسكت عيشك. شوية لا تنزل، كرشك كرشك قدامك 5 امتار يا اسكت شوية رجال، لا يا رجال تنزل، بس حرك عرفت؟ نفسك شوي. اسكت شوية. أنت الآن أنا بينت للناس أنك أنت لا واقف اني قدام، الان ولا اني أما امبارح، تسكت انا شوية ذلي لحظة، أنا بينت لقدام الناس أنه أنتم ناس ما بتفهمون دينكم، ناس ما عندكم شيء أخلاق، ناس جبناء، هربتم من تعاليم نبيكم، متسولين عند الكفار، هربتم من لقاء الله ولقاء الرسول، نبيكم كان عديم الأخلاق وأنتم طلعتوا عديمي الأخلاق، شو أسويكم؟ أنا أظهر هذا الكلام بشكل مستمر، تستطيع تنكر أن هذا اللي صار الآن قدام أكثر من 3000 واحد؟ ما تقدر تنكر هذا الكلام. ولكن لأن أنتم عندكم هكذا تفكير متخلف، ما بتشوفون الحقيقة، مثل حالكم في غزة مثلا. في غزة اندعس على راسكم يقول نحن انتصرنا في، يا عمي أنت مدعوس على راسك. في سوريا الشيعة دعسوا على راسكم، لا والله احنا اللي دعسنا على، يا رجال أنت هربان من الشيعة. هربان من الشيعة، هربان أنت وناسك وأهلك، دعسوا على راسكم من كبيركم لصغيركم من أولكم لآخركم. جاء لا هذول الشيعة والله جبناء، يا عمي دعسوا عليكم كيف جبناء؟ هكذا عندكم أوهام ما بتعرفون كيف تتصرف معاكم معاهم يعني. لا شو بلا شو نسوي لكم؟ يا الله ما علينا، المسامح كريم، ما عندنا بعد من المسلمين.